المقام السامي يوافق على استحداث كلية الهندسة بجامعة الأميرة نورة. أمير مكة المكرمة يدشن مشروعات الحرم الجامعي بشطر الطالبات بجامعة الطائف. وزير التعليم يدشن حفل انطلاق الهوية الجديدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويطلق المسابقة الوطنية للمواهب التعبيرية خيال. نائب وزير التعليم يدشن مقر مركز إرادة التعليمي بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام. جامعة الإمام محمد بن سعود تنظم ندوة إعادة الأمل في اليمن. جامعة نجران تعلن فتح باب القبول الإلكتروني لبرامج الدراسات العليا الأحد المقبل.